لك زمان كنت بدبي صح؟ شو عم تعمل اليوم دبي خبرنا؟ اليوم انا بمول اوف ذا اميريتس مع اليفيت، هذا المحل الجديد اللي هو عم بجيب يونغ ديزاينرز وعم بخليهم يشتغلوا ويعملوا لهم فيزيبيليتي للبرودكتس تبعهم. اليوم كان عندنا توك عن البزنس سايد اوف فاشن، كيف واحد يبلش براند، كيف تخلق البراند، شو الصعوبات اللي واحد بيعملها هو وقت بده يبلش، وكيف واحد يصير من اسم يصير عنده براند له. كيف شفت الناس المشاركين من المحل؟ يعني شو اللي لفت نظرك اكثر شيء بالتصاميم المعروفه؟ في كتير تصاميم حلوه in terms of jewelry، تياب، شوز، اكسسوارز، في كتير اشياء حلوه. والحلو بالمحل انه كل جمعه الديزاينرز عم يتغيروا، سو كل جمعه بتلاقي قصص جديده، يعني ما بتلاقي المحل بعده نفس الشكل ونفس الديزاينرز. الصراحه مشروع حلو كثير لانه يعطي للديزاينرز فرصه انه يعرضون التصاميم اللي سووها بوقت قصير، يعني حتى يشوفون الماركت، حتى يتعرفون على كلاينتس جداد. نفس الوقت اللي انا شخصيا اشوفه جدا مهم انه يعطيهم الفرصه انه يتعرفون على ديزاينرز اخرين. بالنسبه لي حلو او مهم جدا انه التقي دائما مع كرييتيف بيبل، الناس اللي هم من ضمن عالم التصميم، اذا كان المجوهرات او الازياء او اذا كانت يعني المجوهرات. ففرصه حلوه تعرفت بها على ناس كثير كثير لطيفين، ونفس الوقت بالنسبه للماركت يعني صار اسمي موجود، مشاركه في دبي مول مع الفياريت ونادين اكيد، ففرصه جميله. انا ماي براند اسمها هبه جابر جولري، احنا بنختص بالمجوهرات المفصله. اكثر شيء بنعمله هو الحروف اللي بنصممها حسب الزبون شو بيختار، مثلا تختاري حرفين او اكثر بنصممها بطريقه خواتم ثنائيه، وفي منها بتختاري لون الذهب، الالماس، المجوهرات والحروف اللي بدك اياها. فهي خطوه بخطوه تفصيل، وبنقدم مجوهرات اللي بتعكس قصص مميزه للزبائن. I work a lot on the fabric. I do very specific fabrics يكونوا stylish ويعطوا تقل للقطعه مع very simple lines it's modern. ابدا ما في عجقه، كل الشغل بالخياطه وبالقماش. لهيك it's modern. بينلبسوا بالنهار وبالليل، يعني بالنهار فيك تلبسيهم مع تاني شوز مثل انا اليوم لابسه فيري انه لبستهم كاجوال فور ذا داي، اند فور نايت بس بتغيري الاكسسوار، تلبسي كعب، هيدا بصيروا لليل. هو فتح لي افاق جديده طبعا، واول شيء خلى العالم تعرف مين اول شيء جاك بريفي، شو هي الماركه هيدي. كان في كثير اسئله، يعني في كثير عالم بتحب تعرف تسال اسئله، واول شيء البراند مش موجوده بدبي، فهيدا اول شيء مثل خطوه جديده لإلي، وخلت المسؤولين اللي هون والزباين يجوا يشوفوا ويتعرفوا على كل البراندات مش بس تبعيتي، تبعيت لكل الموجوده هون.